وما زلنا متواصلين معكم أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد بأولى فقراتنا. سأبدأ من حيث ما انتهينا قبل قليل بموضوع الاستعدادات، تحدثنا عن وزارة الزراعة ومن ثم نقابة المقاولين، وسنبدأ الآن بوزارة الزراعة والدور الحكومي الاستعداد لفصل الشتاء، وأيضا للحديث بجزئية متخصصة بما يتعلق بالحراج والمراعي. ضيفنا الكريم المهندس عيسى عودة الشوبكي، مساعد أمين وزارة الزراعة لشؤون الحراج والمراعي. جميل جدا كونه مساعد أمين. كنا بدنا نبشرك بالخير نقول أمين عام وزارة الزراعة. بس ما بدنا يزعل علينا أمين عام وزارة الزراعة. يا سيدي أسعد الله صباحك سيدي، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير صحة وسلامة. أهلا وسهلا فيك وكل موسم وأنتم بخير. وبداية خلينا نحكي شو استعدادات وزارة الزراعة لمواجهة فصل الشتاء. ستة وشي يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل. وانا اشكر التلفزيون الاردني واشكركم انتم شخصيا الاخ مجعل الاخ نسرين على اتاحه هذه الفرصه. وهذا حديثنا حقيقه اجى في هذا اليوم المبارك، وان شاء الله انه موسم خير على بلدنا وعلى الجميع ان شاء الله. احنا في وزاره الزراعه طبعا عندنا خطه طوارئ على مدار السنه، مش بس في موسم معين، سواء في الصيف ولا في الشتاء. في الصيف عندنا الحرائق وعندنا موجة الحر وعندنا التقطيع وعندنا الاعتداءات اللي بتصير على الأراضي الحرجية. بالشتاء أيضا في عندنا موسم الشتاء اللي أنت إن شاء الله إحنا على أبواب موسم الشتاء وإن شاء الله موسم خير. هاي لدينا غرفة عمليات على مدار الساعة في مديرية الحراج. مديرية الحراج المركزية في وزارة الزراعة، هذه غرفة العمليات المركزية مزودة بكافة الاتصالات الحديثة ومن كوادر بشرية، من كوادر فنية، من سيارات، من أجهزة لاسلكية مرتبطة مع كافة. ولدينا مندوب أيضا من وزارة الزراعة في غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الداخلية، ولدينا اتصال مباشر معهم فيها. أيضا في المحافظات كل محافظة كل مديرية زراعة لديها غرفة عمليات مركزية أسوة زي غرفة العمليات الملكة، مرتبطة في غرفة العمليات أيضا في بالأجهزة اللاسلكية. ولا أيضا عندنا في هذه غرفة العمليات في المحافظات لديها ارتباط مباشر مع الحاكم الإداري. الحاكم الإداري أيضا لديه غرفة عمليات بأجهزة الدولة الحديثة، وإحنا جزء من أجهزة الدولة. نعم صحيح. نعم كنا مكملين لبعض. لدينا هواتف على مدار الساعة إذا تسمحوا لي أعطيها إياها، يعني الهاتف أو 911 هذا معروف للجميع. أيضا وزارة الزراعة هي 534-1116 هاي غرفة العمليات. بالإضافة إلى غرفة العمليات نتلقى إحنا الشكاوي من المواطنين. لدينا التنسيق مع كافة الأجهزة. أخذنا دروس من السنوات السابقة أيضا في موضوع الكهرباء. أيضا في عندنا الكهرباء حطوا إحنا الكهرباء بيصير في السنوات السابقة كانت مشكلة حقيقية، كانت مشكلة، مشكلة كبيرة. نجد يعني شجرة حرجية أو شجرة مثمرة على أسلاك الكهرباء. إحنا بدأنا هذا العام والعام الفات مبكرا معنا ومع زملائنا في شركة الكهرباء ايضا. يعني جميل، انا بدي اوقفك هنا مهندس عيسى، كونه تحدثت انه مبكرا، واحنا تحدثنا ايضا في بدايه حديثنا عن موضوع ما بدنا ننشغل بالحديث عن الاستعدادات ويخدنا هذا الموضوع الى اتجاه اخر، وعند سقوط الامطار او الحاله الجويه في حال للقادم من الايام باذن الله، نطلب من الله دائما الخير المديد انه ننشغل ونلتفت فقط الى حديثنا وتصريحاتنا يعني عبر وسائل الاعلام المختلفه. هذا الحديث ليس فقط لوزاره الزراعه، لكن حبينا انه نضع اضاءه على هذا الموضوع حتى فعلا يكون في ترجمه على واقع الحال. الان كونك تعنى بمديريه الحراج والمراعي، بفصل الصيف في شيء مرتبط ما بين خلينا نقول التقطيع الجائر مرتبط بفصل الشتاء او الحرائق. نعم. الموجوده هم كانه شيء مسبق، يعني يعدوا العده لشيء. نعم. مسبق حتى انه يستفيدوا منها بفصل الشتاء. اجراءاتكم الاحترازيه والضبطات من خلالكم، يعني من خلال الاجهزه الرقابيه لديكم. نعم، احنا بدي بس اعود الى سؤالك بالنسبه للاستعدادات. احنا قولا وفعلا حقيقه نتمنى ذلك. لا ليش؟ لانه احنا شغلتنا واضحه جدا، واضحه للعيال، ما بنقدرش يعني اي امور مش بس استعدادات
الشركات. صح احنا ننتهز فرصة الصيف وعندنا اشغال اخرى، هذا جزئية من عملنا انه احنا ننسق مع الدوائر الاخرى، سواء اشغال سواء كهرباء سواء البلديات. احنا كنا في النهاية يعني فصل الصيف انتهينا منه، ايضا احنا اخذنا استعداداته شغالين عليه مستمرين في الفرق الثانية. اما بالنسبة اللي تفضلت شو الاجراءات اللي احنا نتخذها عشان مواجهة الاعتداءات سواء في الصيف او في الشتاء، الدولة حقيقة اهم شيء الاجراءات اللي اتخذتها الدولة هو اصدار قانون الزراعة. في هذا العام تم اصدار قانون الزراعة رقم 13 عام 2015. هذا القانون حقيقة تضمن العديد من المواد في تغيير العقوبات على المعتدين، على المعتدين. ايضا تم انشاء غرف قضائية لسرعة البت في القضايا الحرجية. كنا زمان احنا نعاني يعني اي انسان يرتكب اي عمل اعتداء او قطع تقعد يجوز سنة سنتين لما ياخذ ايش حكم منها. الان لا، الحمد لله صار في مجلس القضاء الاعلى اتخذ قرار تعيين قاضي في محكمة المحافظة انه يصير انه في قاضي مختص لهذه الامور. وانا كنت في قبل فتره في جرش واجتمعت مع رئيس المحكمه وكان هناك الامور طلعت على سير العمل هناك بالتنسيق مع الاخوان في المحكمه. عندنا ايضا استيراد الاحطاب، سمحنا باستيراد الاحطاب من الخارج واعفائها من الضرائب. ليش؟ عشان يصير عرض اكثر من الطلب، ومنه ما في داعي للمواطن انه يروح يتعدى على البيئه. ايضا احنا نبيع ورقه وحديد، عفوا ست نسرين، احنا نبيع الاحطاب باسعار زهيده جدا، يعني 50 طن حطب يعني في متناول اي شخص معين. قد ايه 50 طن؟ 50 دينار عفوا، 50 دينار للطن، للطن 50 دينار للطن. كمان اتخذنا قرار انه في ابناء المحافظات ذات الكثافة الحرجية زي جرش وعجقون كمان نسمح لهم يأخذ من نواتج الأحطاب، من نواتج الأحطاب، وهذا مجانا. يعني أنت ما فيش داعي. هو الخوف مش من أمن المحافظة، الخوف من الناس اللي تيجي من الخارج والتجار. باش مهندس أنا بس حابة أكد على نقطة أنه مش بس الاستعداد بالقول وبالفعل أيضا. نعم، يعني إحنا كنا مروحين هذيك المرة من العلوك شفنا سيارة بيكب مكتوب عليها وزارة الزراعة، فسألنا أنه إيش بتعملوا هون؟ الدنيا ليل كانت، عاملين كمين عشان أي شخص بيجي بده يقطع قطع جائر للأشجار يمسكوه. فيعني هذا جهد تشكروا عليه حقيقة، وإحنا لمسناه يعني. شكرا على الشهادة يعني. لا شهادة، حسيت أنه لازم أحكيها شهادة حق. بس إحنا حابين نعرف برضو شو إجراءات وزارة الزراعة لتعويض بدل الفاقد من الأشجار المقطوعة الحرية. خلينا حكيت الفاقد هو يعني عدة أشكال، سواء بقطع الأشجار، سواء بالاعتداءات، سواء بالزحف العمراني. إحنا عندنا شغلات قانونية من قطع أشجار، يعني واحد بده يبني في بيته، عنده حرج خاص، جايب مخططات، بده يقطع الشجر عشان يبني، صح ولا؟ هون الفاقد إحنا لدينا في وزارة الزراعة حوالي 14 مشتل حرجي موزعين في كافة أنحاء المملكة. كل مشتل بنتج حسب طبيعة أو حسب البيئة اللي هو في المنطقة. هذه المشاتل طال الخطة السنوية إلى حوالي 3 مليون شجرة حرجية. إحنا بنوزع حوالي من مليون لمليون ونص مجانا. أي مواطن لو يجي أخت نسرين أخ مجحم بده أي شجرة نعطيها، ومستعدين نشرف إياها فنيا، نشوف إياها فنيا كمان للزرع وما بعد الزرع. أنا بهمني مش مهم إنها تزرع، مهم الاستدامة. الاستدامة جميل. الاستدامة جميل. أنا بإمكاني أزرع لك الأردن كله، بس أنا ما بيهمني، بيهمني أنا شو الاستدامة. لهذا السبب في الآونة الأخيرة صرنا نختار أماكن مناسبة للزراعة، من مدارس، من جامعات. هذا بما يتعلق باستحداث رقعة خضراء جديدة، زيادة رقعة خضراء. الآن الحفاظ على الرقعة الخضراء الموجودة أصلاً، كونه الآن ازدياد الرقعة الخرسانية يعني بانتشار يعني مضطرد يعني وواضح تماماً على مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. حفاظكم على الرقعة الخضراء الموجودة، احنا التحدي الكبير الصحيح هو التحدي هو الزحف العمراني. صحيح. وانت شايف ما شاء الله يعني الأردن وكذا، يعني الزحف العمراني هو تحدي كبير احنا نواجه. احنا نحاول نحافظ على الموجود اصلا وقدر الامكان نزيد من هذا. عندنا مثلا قلت لك عندنا الاشجار هاي، عندنا مساهمه القطاع الخاص كمان، عندنا مشروع التحريج الوطني، ايضا
عندي أنا مشروع تحريج جوانب السدود اللي هو عندي سد الموجب الشمالي الجنوبي، سد التنور، سد وادي العرب، نزرع سنويا من 800 إلى 1000 ألف دنم. عندي مشروع الحزام الأخضر، نزرع من جوانب الطرق من حوالي 150 كيلو متر جوانب الطرق. هذه كل هالمشاريع تصل في النهاية إنه زيادة المساحة الخضراء. أيضا عندي مشروع أو نشاط ثاني هو حماية الغابات. عندي 45 محطة حرجية، كل غابة يعني ذكرت الأخت نسرين وأنا مزرعة هناك شيء إنه كمان نفس الشيء في كل غابة تجد عمارة مبنى بسيط جدا، هاي بيسموه محطة حرجية. المحطة الحرجية مزودة بكافة، يعني إحنا عملنا 24 ساعة. ليش؟ يعني الناس اللي بيقطعوا الشجر يقطعوه وجه الصبح بنتهزوا فرصة الناس نايمة، يعني بيحبوا يعني هذه. أما الحمد لله طوافينا كمان زودنا كافة مناطق المملكة بحوالي 29 سيارة من موديل حديثة الدفع الرباعي. أيضا عينا طوافين حوالي 532 عامل تحت مسمى طواف وعامل حماية في كافة أنحاء المملكة. جميل. إن شاء الله بيكون لنا كمان حديث آخر يعني مع حضرتك أو مع مختص بي برضو. خلينا نعطي نصائح عامة للناس اللي عندهم مزارع أو اللي عندهم نباتات كيفية العناية فيها في فصل الشتاء. إحنا بنشكرك مهندس عيسى الشوبكي مساعد أمين عام وزارة الزراعة للحراج والمرعى. شكرا لك. أشكرك سيدي. تلبية الدعوة. يا هلا بك.